وزعت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية منحا مالية على 1000 عائلة نازحة في مخيمات عملية الفلوجة للنازحين في محافظة الأنبار. تأتي هذه الحملة ضمن حملات عديدة ومتواصلة للمنظمة في تقديم الدعم والمساعدة للعائلات النازحة في مخيمات النزوح، في وقت تعاني فيه هذه العائلات من قلة الدعم ونقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشونها منذ سنين من نزوحهم من مناطق سكناهم. جاءت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية اليوم إلى مخيمات عملية الفلوجة، حيث توزع أكثر من 1000 منحة مالية على العائلات الموجودة في هذا المخيم، وشملت توزيع جميع العائلات الموجودة في المخيم، والمنظمة مستمرة في دعمها العائلات النازحة في المحافظة. وتقدمت العائلات المستفيدة من المنحة بشكرها لمنظمة أم القرى على دعمها المتواصل لهم في ظروفهم الإنسانية القاسية، وعبروا عن فرحتهم وشكرهم لكل من يمد لهم يد العون والمساعدة. منظمة أم القرى على دعمهم للنازحين مخيم الصمود في العامرية، احنا نشكرهم جزيل الشكر على هالتقديم الخدمة مالية لأجل الإنسان اللي ما عنده يعيش بيهن فترة زمنية.